بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الأكرمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ الجزء الثاني من محاضرات دورة المعلم الرقمي، ونستكمل ما كنا قد يعني طرحناه في الجزء الأول، وهو عملية التعلم المقلوب ودور المعلم ودور المتعلم في هذه الاستراتيجية، ومدى أهمية التعلم المقلوب كاستراتيجية في عملية التعليم الإلكتروني. وقد طرحنا بعض الأمور أعتقد أنها يعني في أذهانكم، وهو أن عملية التعلم المدمج، وكيف يعني نقدمه لأولادنا في المراحل التعليمية. وعملية التعلم المدمج من الممكن أن يكون هناك بها سلبيات بالنسبة للسن الصغيرة، وهل هذا سيؤثر على تحصيلهم الدراسي أم لا؟ طبعا هذه المسألة هي مسألة حاليا وفق دراسة ووفق فحص من عدد من الباحثين، ولكن ما أستطيع أن أؤكده لكم أن التعلم الإلكتروني قد يحل مشكلات كبيرة جدا، وقد يساهم في يعني يساهم في أمور أعتقد أنها باتت صعبة في التعلم المباشر. لذلك فعملية التعلم الإلكتروني وكيفية إدارتها أصبحت محط أنظار العديد من المهتمين بالعملية التعليمية. يعني هناك سؤال من أستاذ أحمد يعني طرحه علينا، وهو أن هناك بعض الفئات التي لا يوجد لديها من يهتم بها في المنزل ويعني يتعامل معها، فهؤلاء هم يعني خاسرون للعملية التعليمية الجديدة. أعتقد أنهم خلال الفترة المقبلة يا أستاذ أحمد يحددون برامج خاصة لمن هم في حالات، يعني حالات أعتقد أنها حالات يعني اجتماعية، كمن يعني فقدوا ذويهم أو لديهم بعض الظروف الاجتماعية. ولكن التعليم الإلكتروني سيراعي أيضا في عملية الدمج هذه بعض الظروف، فلن يتعامل مع الطلاب كلهم سواء، فهناك من لديهم من يهتم بهم في المنزل، وهناك من لديهم ظروف سواء كان لديهم عوائق خاصة بهم أو حالات. هذه الحالات سيتم التعامل معها بشكل منفرد، يعني في برامج خاصة بهم سواء كانت بشكل مباشر داخل المدرسة أو بتبسيط بعض الأمور عن طريق الفيديوهات التعليمية البسيطة التي يستخدمونها ويستندون إليها في منازلهم. ولكن السؤال الآن، هل المعلم الذي ينظر إلى التكنولوجيا على أنها أدوات من الممكن أن يوظفها لتحسين العملية التعليمية ستهبط لديه يعني الحماسة في إنتاج المادة التعليمية التي هو يعني يجيد تدريسها؟ فالمعلم بين شقي راحة، بين ما قد أداه وخبرته السابقة من تعليم لمادة مثلا اللغة العربية أو غيرها بشكل تقليدي، وبين هذه التكنولوجيا المتطورة التي يجب أن يعني يسارع في الحصول على مهارات خاصة بها. فهو الآن يعني يحاول أن يدمج ما بين مهاراته الفنية الخاصة بالمادة التعليمية ومهاراته التكنولوجية. هذا الأمر سيكون بالنسبة لبعض المعلمين أمرا صعبا، وسيكون بالنسبة لبعض المعلمين أمر يعني
يحتاج إلى تحدي ويحتاج إلى عمل. فهؤلاء المعلمين ينظرون إلى التكنولوجيا في نمطي التعلم المدمج والمعكوس على أنها تعمل على تقوية موقفهم وتثري أدائهم، بما يكون له تأثير إيجابي على المخرجات الخاصة بالعملية التعليمية. فمن يرى ذلك يرى أن التكنولوجيا قد تساعد في توصيل المعلومة بشكل جيد. من يرى أن التكنولوجيا من الممكن توظيفها لخدمة العملية التعليمية. من يرى أن التكنولوجيا من الممكن أن تسهل إليه العديد من الصعوبات التي كانت موجودة في الفصل، سينجح في هذه العملية. ولكن من يراها عائقا وأنها أمرا صعبا ويحتاج لدراسة وبحث وسعي وراء انتقاء الموجود على الإنترنت، سيجد أن هذا الأمر سيعيقه عن شرح الدروس، وهذا سيجعل الأمر بالنسبة له يعني إيه صعب وليس بالسهل في التعامل في الفصول الافتراضية. ليس التعلم المدمج أو التعلم والتعلم المعكوس مجرد توظيف للتكنولوجيا فقط، بقدر ما هو تغيير في إعادة تصميم للعملية التعليمية. إذن أنت لديك أركان للعملية التعليمية: الإعداد والتنفيذ والتقويم. هذه الأركان الثلاثة هي أركان العملية التعليمية عموما. لابد أن تعد درسك جيدا، لابد أن تنفذه في الفصل أو في الفصل الافتراضي أو المباشر جيدا، لابد أن تقيم هذه العملية من خلال اختبارات أو من خلال تطبيقات يستطيع الطالب أن يتعرف على مستواه، وتستطيع أنت أن تتعرف على قدر التحصيل الذي حصله هؤلاء المتعلمين. إذن عملية توظيف التكنولوجيا هذه هي شق، أما إعادة التصميم هي شق مهم جدا، لأنك تصمم مثلا درس التعبير أو الإملاء في الفصل الواقعي أو المباشر بشكل هو شكل نمطي. أنك تضع مجموعة من القواعد أو الكلمات التي ستدرب طلابك عليهم على هذه الكلمات، ثم تبدأ بعملية الإملاء، فيتلقى الطلاب القطعة الإملائية ويكتبونها ثم تصححها. هذا الأمر هو سيناريو لحصة مثلا تقليدية، ولكن إذا أردنا أن نفعل نفس الحصة إلكترونيا، هل ستعطي الطلاب يعني تلقي عليهم الإملاء هكذا؟ لا، الأمر يختلف، لأنك ستغير من عملية العرض. يعني الإملاء ستكون مثلا من خلال توضيح القاعدة بفيديو تعليمي، ثم بعد ذلك التركيز على مجموعة كلمات وإظهارها عن طريق الباوربوينت، إظهار هذه الكلمات والأخطاء التي يقع فيها الطلاب في هذه الكلمات، وليكن مثلا الهمزة المتوسطة، تعرض مجموعة من الكلمات الهمزة المتوسطة أمام الطلاب، وتعرض أمامهم أيضا الأخطاء التي قد يقعون فيها. ثم بعد ذلك تأتي لمجموعة من الصوتيات التي تتضمن وتشتمل العبارات أو الكلمات التي بها همزة متوسطة، وتعطيها للطالب وتطلب منهم أن يعني يسمعونها جيدا، ثم يكتبون ما يسمعون إليه ويرسلونه عن طريق ساحة المشاركات في جوجل كلاس روم أو عن طريق الإيميل وغيره من الوسائل إذن تصميمك للدرس أصبح مختلفا، أصبح لديك رؤية تكنولوجية تتناسب مع طبيعة الفصل التكنولوجي. أما عرضك للدرس بالشكل المباشر أمام الطلاب، فحصص الإملاء والتعبير كما تعلمون هي حصص بالنسبة لمعلم اللغة العربية في المدارس العربية، أو حتى بالنسبة للطلاب الناطقين بغير العربية، أحيانا تكون حصص يعني يميل إلى المعلم إلى التقليدية فيها،
وعدم الابتكار وعدم الإبداع، لأنه يرى أن عملية الإملاء هي عملية يعني تدريبية على بعض القطع الإملائية التي يمليها على الطلاب، فيملي عليهم القطع ثم يصحح ما يكتبون ويصوب هذه الأخطاء وانتهت الحصة. ولكن الحصة أو الحلقة التي تقوم بها أنت على الزوم أو تقوم بها أنت تكنولوجيا تختلف تماما، لأنك تعيد تصميم العملية التعليمية. كيف تلقي عليه؟ لن تلقي قطعة إملائية، ولكن ستلقي مجموعة من الفيديوهات التي تتضمن هذه القطع، وتركز على بعض الكلمات التي بها همزة متوسطة، وتركز على القاعدة ولكن بشكل درامي، يعني أن تأتي بجزء من مسلسل يعني استخدموا فيه هذه العبارات، ثم تحاول أن يعني تركز على هذه الكلمات وتضع الكلمة والخطأ، وتحاول أن تناقش الطلاب وتجعل مثلا لعبة عن طريق كويزيس أو كاهوت يتدربون عليها. هذا الأمر لن يحدث في الحصة المباشرة، سابقا لم يكن يحدث، إنما من الممكن أن تطبقه أيضا في الفصل المباشر. هذا التغير هو ما يسمى بعملية إعادة التصميم، إعادة تصميم الأركان التعليمية. فدور المعلم في التعلم المدمج والتعلم المعكوس هو عبارة عن مدير، مصمم، مبسط، موجه، مساعد، باحث، مبسط، تكنولوجي. إذن تعددت أدواره وكثرت هذه الأدوار، ولكن وجب عليه أن يكون متقنا لكل دور، فلن يعني يأتي يعني إذا كان دوره هو تكنولوجي فلا بد أن يأتي بالمواقع التكنولوجية التي تساهم في هذا الدور وتظهر هذا الدور للطالب. الطالب يرى أن معلمه هو أن يعني أن المعلم لديه قدرة تكنولوجية، فأما أنه يحاول أن يعني يعطي درسا إلكترونيا وهو فارغا يعني لا وهو فارغ ليس لديه قدرة على التعامل التكنولوجي، هذا يعكس شيء مهم هو عدم فهمه للدور الذي يعني يحاول أن يعطيه للطالب. أيضا أن يكون مصمما للدرس، كيف يصمم الدرس، كيف يضع أفكارا. يعني نحن لدينا ثقافة غريبة جدا، يعني كلما يأتي إنسان أو معلم أو طالبة نتهمه أنت أخذت هذا من على الإنترنت، وهل هذه سبة؟ هل هذه تهمة؟ هذا ليس أمر يعني به، هو ليس غشا لواقع، هو يأتي بالمعلومة من الإنترنت ثم يضيف عليها أو يبتكر عليها رتوشا أفكارا جديدة، يحاول أن يعني يضيف عليها بعض الأمور التي تسهل من العملية التعليمية. هذا الدور الذي يقوم به المعلم ليس دور فقط دوره كمعلم لغة عربية مثلا، لا، لابد أن يكون مديرا للحصة، يستطيع أن يعطي التدريب في وقته، يستطيع أن يحدد كل وقت يعني دقيقتين لكذا ودقيقة لكذا وخمس دقائق لكذا. هذه الإدارة ليست إلا من معلم يعني متفهم. قد يتغير دور المعلم من نمط إلى آخر من أنماط التعليم، وقد يكون دوره ظاهرا في نمط معين بينما يكون أقل ظهورا في نمط آخر. يعني مثلا يعني تجده عبقريا في جانب التصميم، وتجده يعني ضعيفا في جانب الإدارة، إدارة الصف الإلكتروني، لا يستطيع أن يتعامل مع الطلاب إلكترونيا، لكنه يعني يستطيع أن ينتج أفكارا إبداعية. قد يأخذ المعلم دور المحاضر فيكون دوره واضحا في عملية نقل المعلومة إلى الطالب، أو يأخذ دور المرشد والموجه بحيث يراقب تعلم الطلاب وهكذا. هذا سيجعل التعليم في المستقبل عملية
يعني إبداعية أكثر من عملية تلقينية. فقد يكون دور المعلم من خلال توجيه الطالب إلى المصادر التي تزكي تعلمه، ومع التركيز على أهمية دور المعلم في التعلم المدمج والتعلم المعكوس، لابد من التأكيد على ضرورة تقبل الدور الغير تقليدي الذي طبعا يصبح أمر يعني انتهى. هذا الدور الغير تقليدي أصبح هو الموجود حاليا، والدور التقليدي أصبح أمرا منتهيا لن يعود مرة ثانية. فالدور التقليدي للمعلم يعتبر من أهم المحاور التي ينبغي أن يعاد النظر فيها. يعني نحن نعلم أن دور المعلم في عملية المعرفة كان عبارة عن محاضرا فقط، يلقن الدرس فقط، وعلى المعلم أن تكون لديه معرفة ومرونة. يعني الدور الجديد لا يتطلب المرونة. كيف يتطلب المرونة؟ نحن من خلال هذا المسمى التعليم المقلوب كما ترى في الصورة أن الأمر قلب. كيف قلب؟ كان المعلم هو الذي يتحكم في كل أركان العملية التعليمية، أما في التعليم المقلوب ليس للمعلم كل الأركان، فالطالب أصبح لديه ركنا مهما جدا، وهو أنه سوف يتولى قيادة التحصيل وأيضا التركيز على المصادر التي أرسلها إليه المعلم. فمثلا درس كان وأخواته، أراد معلم اللغة العربية أن يوضح بالتعليم المقلوب هذا الدرس، ماذا يفعل؟ سيعطي للطالب مجموعة من المهام، من ضمنها أن يرى فيديو، يكون في هذا الفيديو أو هذه المرئية تحدثا باللغة العربية الفصحى وتركيزا على كان وأخواته. مثلا انتقاه المعلم، أيضا سيطلب منه المعلم قراءة مقالة وتحديد كان وأخواتها من خلال هذه المقالة، فسيضطر الطالب في منزله أن يدرس، يعني يرى الفيديو ويفهمه جيدا، ثم بعد ذلك يدرس هذه المقالة ويستخرج منها كان وأخواتها ويضع تحتها خطوطا، ثم بعد ذلك يطلب منه المعلم أن يعني يجيب على مجموعة من الاختبارات الخاصة بكان وأخواتها من خلال هذا العمل. وبالتالي المعلم حدد المصادر قبل أن يشرح. الأمر بات مقلوبا، يعني كان الأول يشرح ويعطيه المهام الواجبات، هذا أمر التقليدي التدريس التقليدي. أما الأمر أو التدريس المقلوب فهو عملية إلكترونية. يعني التدريس المقلوب هذا أعتقد أنه يعني وسيلة استراتيجية إلكترونية من الطراز الأول، لأنه سيعطي له المهام من خلال جوجل كلاس روم أو من خلال جوجل سايت محددة كما سنتدرب بإذن الله الآن، ومن خلال هذه المهام التي سيعطيها له يستطيع الطالب أن يتعرف على الدرس ويقرأ. ولكن مهارة المعلم في ماذا؟ في انتقاء المصادر التي تسهل على الطالب العملية التعليمية. سأفتح أيضا النقاش الآن لدى السادة الحضور عن هذه النقطة، ويهمني أستاذ طلعت تفضل. تفضل يا دكتور. نحن تكلمنا عن الأدوار المختلفة ما بين التعليم، استراتيجيات التعليم التقليدي واستراتيجية التعليم المقلوب، فما رؤيتك كمعلم؟ أنت تستخدم التكنولوجيا الآن وتريد أن تضيف في هذه الاستخدامات أشياء وأشياء وتريد أن تبدأ، فما إذا قارنا بين الدورين ما رأيك؟ والله يا دكتور، هو يعني انا ليا راي في الموضوع ده، لان انا جربت بعد جائحه كورونا، جربت يعني اعمل لنفسي المناهج كلها اشرحها عن طريق الباوربوينت واسجلها صوت وصوره واعرضها على القناه، وابعت الرابط لكل قناه مثلا لكل الطلاب وكده. ولكن صراحه لقيت الامر مجهد ومتعب بطريقه، يعني بصراحة ربنا تعبت. فأنا في رأيي أنا إن هو يعني
يكون لكل فصل 3 معلمين صراحة، يعني نعم معلم نعم معلم مثلا هو اللي هيشرح او هيتابع اللي حضرتك بتتكلم عنه، معلم تاني سميه معلم مساعد بكسر العين، يكون بمتابعة أعمال الطلاب والأنشطة المختلفة، معلم آخر يكون متخصص في تكنولوجيا التعليم هو اللي بيدير هذه العملية الإلكترونية. نعم إن أنا كوني كمعلم هقوم مثلا بإعداد المادة العلمية ومراجعتها، وبعدين أصممها مثلا ببرنامج باوربوينت، وبعدين يتم نعم تسجيلها، أثناء حتى التسجيل كنت بأرهق نفسي وأرهق حتى أسرتي معي، ما حدش نعم يتكلم نعم نعم داخل غرفة، يعني حضرتك عندك قناة وعارف، نعم 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 وادخلهم، وبعدين أثناء الشرح تلاقي جرس شقة ضرب، أو أو أصوات الأذان، يعني خارجية. حاجات، أيوه حاجات خارجية غير هذه إرادتك، يعني نعم هذه مشكلة معوقات. تلاقي، أيوه تلاقي واحد بيبيع بليلة في الشارع تحت، ولا واحد أذن نعم واحد أذن نعم المغرب وأنت قاعد بتشرح، بصراحة نعم طبعا تعبت، نعم وبعدين وهذه مهما يعني تعمل، نعم نعم تفضل يا أخي. أيوه، ومهما تعمل برضو علشان تعمل درس يوفي المادة، بتلاقي المدرس طلع منك ساعة، ساعة وشوية وكسور، أقل درس تعمل معاك 45 47 دقيقة، نعم مفيش طالب هيسمع 45 دقيقة متتالية برضو، يعني نعم نعم ربنا وأيضا كرمنا عملية ثقافة مرهقة جدا. الطلاب العرب، نعم ثقافة أيوة الطلاب العرب هو لن أيوة يستطيع أن يعني يدخل على القناة ويشاهد ويحدد ويذاكر نعم نعم ويتفاعل غير نعم الطالب الأجنبي الذي يبحث عن مصلحته عن هدفه. الطالب العربي يعني يحتاج المعلم الذي يسوقه إلى العمل، يعني يحاول أن يضغط عليه، لابد أن تذاكر كذا، لابد أن تفعل كذا. هذه معوقات أنا أوافقك فيها، وأعتقد أن نقطة حتى أستاذ رباب بتقوله، حتى الأجنبي أيضا يعني الدافعية أيضا ليست بالشكل المطلوب. أؤكد أن هذه الأمور فعلا هي من الأمور، يعني أعتقد أن هذه المحاضرة هي محاضرة مهمة جدا بالنسبة للعمل الإلكتروني، لأنها ستضعنا أمام أنفسنا في مرآة. يعني نحن نتكلم الآن ونحن نعلم أن هناك بعض التحديات المقبلة التي ستواجهنا، وأيضا الأمر يتطلب منا السعي والبحث والاطلاع على أكثر كم ممكن من الوسائل الموجودة. لكن كلام أستاذ طلعت هنا لفت انتباهي إلى نقطة هامة جدا، وهي تحديد مجموعة من المعلمين للأعمال صحيح الخاصة بالتكنولوجيا. صحيح وهذا أيضا يعني أنا قرأت في بحث من يومين، يعني بحث لمجموعة من العلماء في ولاية أوكلاهوما تتكلم عن هذه النقطة، أن تحديد المعلمين، يعني مثلا مؤسسة مدرسية، هما كانوا يتكلمون على أن المؤسسة المدرسية تحوي مثلا 20 معلما للغة الإنجليزية مثلا، فبدل أن يقوم كل المعلمين بالشرح داخل الفصول، نعم لا، يحدد معلمين لديهم قدرات عالية جدا في عملية توصيل المعلومة داخل الفصول، وليكن مثلا هم 5 معلمين وآخرين لديهم القدرة على تحويل المادة إلى مادة إلكترونية والعمل على صحيح رفعها نعم تحديد الماتيريال الخاصة بالاختبارات الإلكترونية، ويعني تحديد مهام لمجموعة المعلمين. لا يقوم المعلم بكل المهام، لا يستطيع أن يكون فنيا ورقميا ومتابعا، ويعني هناك متعب، معلمين متعب جدا، بالضبط، صحيح فهذا صحيح سيضيع من مجهوده ويشتت تركيزه. يعني أحيانا التركيز يكون في المادة العلمية فقط، المادة العلمية التي هو منوط بتدريسه، يعني إذا كان منوط بتدريس اللغة العربية فهو يعني لابد أن تكون كل الأمور في ذهنه عن اللغة العربية.
أما كونه يعني يتعامل مع التكنولوجيا هذا أمر طيب، لابد أن يتعامل مع التكنولوجيا ويفهم في الوسائل التكنولوجية، إنما تأدية الدرس بمفرده في كل أركانه هذا أمر أعتقد أننا أوافقك عليه أن يكون هناك تخصيصا لأكثر من معلم في هذا المجال. أشكر هذه المداخلة الرائعة يا أستاذ طه. في حاجة كمان، أيوة في حاجة كمان يا دكتور، يعني مثلا مع ظل غياب الطلاب واستمرار مثلا التعليم الإلكتروني، لو بدأ العام الدراسي هتلاقي في ناس كده في المدرسة معانا مدرسين وأخصائيين ما همش وظيفة، يعني مثلا مالهم أخصائي صدور. شؤون الطلاب ده، أيوة يعني أخصائي شؤون الطلاب مثلا هيعمل إيه؟ كان نعم. بينظم المدرسة ده شغلته إيه؟ بعد كمان في بعض المدرسين وبعض المواد التدريسية زي معلمي الموسيقى، المهارات نعم. الحياتية تدرس هنا مادة زي الاقتصاد المنزلي في مصر، مادة اسمها نعم. المهارات الحياتية تدرس أيضا مادة مثلا أخرى زي التربية الرياضية والفنون التشكيلية، نعم. يعني المفروض دول برضو دول مش هيدرسوا الإلكترون، يعني أعتقد إن تدريس الإلكترون هنا في دول الخليج سلطنة عمان سيتم 6 مواد بس الأساسية، العربي نعم والإنجليزي والتربية الإسلامية والعلوم والتاريخ أو الجغرافيا والصفات الدراسية. وهذا يعني نعم، ممكن وهذا يساعد المدرسين. أيوة. في رأيي يا أستاذ طلعت أنه أيوة. أهداف من أهداف جائحة كورونا، هذه الجائحة التي يعني صدمت العالم بأن الكثير من الوظائف سوف تتقلص، وسوف صحيح. يعني نجد أن هناك وظائف كانت موجودة وأصبحت منعدمة بعد كورونا. يعني كما تقول صحيح. أن هناك طبعا معلمي التربية الرياضية لديهم نوادي ولن يتأثروا كثيرا، حتى وإن تأثرت العملية التعليمية أنه لا يوجد مادة التربية الرياضية تدرس في المدارس بشكل إلكتروني، وإنما يستطيع الطالب أن يذهب إلى النادي وسيجدون أعمالهم كما هي. إنما هناك بعض المواد كما تقول أنت أو بعض الوظائف المتعلقة بوجود الطلاب، يعني وظيفة هي نعم متعلقة بتنظيم الطلاب داخل المدرسة كالمشرفين على الأدوار، هذه الوظائف سوف تنهار لأن لا يوجد طلاب، وبالتالي لا يوجد احتياج لمشرف، يعني ماذا سيضيف هذا إلى المدرسة؟ كل هذا أيضا يعني في عملية التدريس الإلكتروني أيضا يعني لابد أن نبحثها ونتدارسها ونحاول أن نتفهم الجوانب التي يعني نتعامل معها. ولكن بصدد مهنتنا، مهنة التدريس أو تدريس اللغة العربية عن طريق الأونلاين، الأمر أيضا أصبح يحتاج منا إلى وقفة، إلى تروي ما الذي نستطيع أن نجسده ونعطيه للطلاب، وكيف تصبح الحصة شيقة، كيف أستطيع أن أدير هذه الحصة. وكما قالت يعني سأفتح النقاش الأستاذة ربان، تفضلي. أشكرك يا أستاذ صلاح. عفوا دكتور، عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. حضرتك يا دكتور قصدت نفس النقطة اللي اتكلمنا فيها؟ نعم نعم تمام، يعني هي بالنسبة لي يعني الأمر فعلا فيه مشقة كبيرة على المعلم، بجانب التعليم المعكوس اللي هو هيخلي الطالب عليه مهام ان هو مثلا يشاهد فيديو او مثلا يقرأ مقالة او هكذا حتى يكون مستعدا بعد ذلك في اثناء الدرس. يعني ليس ما ليس يعني لن يستجيب بالنسبة لي، يعني اظن انه لن يستجيب له معظم الطلاب، عن خاصة مثلا يعني بالنسبة لي أنا أدرس في مدرسة في مدرسة أمريكية، وهم لديهم مثلا علوم وإنجليزي ورياضيات وهكذا، والمادة واللغة العربية هي ليست يعني الشهادة، هم فقط يتعلمون اللغة العربية من أجل مثلا فهم القرآن أو بالضبط أو التواصل أو هكذا. فعندما مثلا يعني تحدثت معهم قبل ذلك عن فوائد مثلا الشبكة الدولية وسمعت آراءهم وهكذا، وطلبت منهم أن يفعلوا مثلا عرض تقديمي أو برزنتيشن عن هذا الأمر،
ويقرأوا ويبحثوا، وساعدتهم في بعض المصادر، لكن تقريبا الأمر استغرق 3 أو 4 أسابيع حتى يجهزون يعني لهذا الشيء. يعني كل نعم. أسبوع كنا نحدد يوما بعينه، وكنت دقيقة جدا يعني، وأعطيت حافز وأعطيت يعني تنبيهات وفعلت كل شيء، لكن البعض نعم فعلنا، المرة القادمة سنفعل إن شاء الله، نعم هم ليس كلنا. يحاولون يعني التملص من بعض الأساسيات التي يطلبها المعلم كعادة نعم الطلاب، يعني كعادتهم يحاولون أن يهربون من المهام ولكن بشكل غير مباشر. هذه نعم أيضا صعوبة، أنك ستعطي مهاما وتعطي على جوجل كلاس روم أو تعطي على جوجل سايت أو تحاول أن تنفذ استراتيجية التعلم المطلوب، ولكن ستجد أن الطالب بعض الطلاب وليس كل الطلاب سوف يتهربون من إنجاز المهام في الموعد المطلوب، وهذه هي الإدارة. فأنت لابد أن تحدد سياسات أساس، يعني سياسات حازمة في التعامل مع من يعني يتغافل عن هذه المهام من الطلاب. فإذا استطعت أن تحاول أن تضع روتينا واضحا لهم وجداول بالمواعيد التسليم والتسلم وأهمية هذه المواعيد، أعتقد أن الأمر سيختلف، ولكن هذا لابد من مساندة من إدارة المؤسسة وأيضا مساندة من أولياء الأمور حتى يتم العمل على أتم وجه. وهذا منظومة يحتاج إلى متصلة. نعم ثقافة، يعني نعم ثقافة تعليمية أعتقد أنها مغايرة لما هو نتعامل معه على أرض الواقع، لأن أرض الواقع التعليمي سواء في الدول العربية أو في يعني المنطقة العربية برمتها من المحيط إلى الخليج، هي أن الطالب يحتاج إلى درجات فقط، يعني يريد أن يحصل على شهادة ويحتاج إلى درجات، فهذا هو التعلم بالنسبة إليه. ولكن استراتيجية التعلم المقلوب تسعى دائما إلى أن تحصل على التعليم كعملية بحث ورغبة ودافعية، يعني أنت المعلم أعطى لك مجموعة من المهام وأعطى لك مصادر، فقدرتك أنت في تحويل، أنت كطالب، هذا دور الطالب، نحن نتكلم الآن في دور الطالب أو المتعلم، أنا قدرتي كطالب أن آخذ هذه المصادر وأحاول أن أطبق ما يعني قرأته في المهمة التي أعطاها لي المعلم بحب وشغف وأضيف وأبتكر وأبدع. ولكن هذا ليس طبعا متواجد في أرض الواقع، لأن الطالب يسعى دائما هنا في المنطقة العربية إلى الحصول على درجة أو علامة حتى يستطيع أن يحصل على الشهادة. فهذه أيضا عائق من عوائق استراتيجية التعلم المقلوب. أشكرك يا أستاذ رباب. الدكتورة هدى تفضلي. ألو، سمعني كده؟ نعم أسمعك. طيب، هو بس أنا كنت يعني حابة أعلق على النقطة دي، خاصة النقطة اللي اتكلم فيها أستاذ طلعت نعم. بخصوص الإرهاق والتعب الشديد أو المجهود الكبير اللي الأستاذ بيبذله في عملية أو استراتيجية التعليم المقلوب. نعم. بس يعني في جزئيه، او قد يكون ده حالي يعني، وكنت مثلا انا شخصيا بعتمد عليه احيانا. طبعا انا مش هتكلم عن شغلي، عن الشغل اللي هو اللغه مثلا لغير اهلها. انا نعم هتكلم عامه، حتى لو اي مدرس بيحاول بيدرس ماده معينه لمجموعه من الطلاب بلغتهم، ف من ضمن الابس او من ضمن الخدمات اللي بتقدمها شركه جوجل اللي هي اليوتيوب، نعم كتير جدا 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 بتقدم محتوى من اكتر من استاذ، من اكتر من استاذه، باكتر من طريقه، نعم وبالتالي الاستاذ بس هياخد الجهد بسيط انه يده زي ما نعم حضرتك قلت كده، ان احنا هنخليله زي بنك
للمصادر اللي هيقدر يرجع لها عشان خاطر بالظبط. يشوف دي مشروحة، نعم فده مش هيسبب للأستاذ مشكلة كبيرة. لكن على الجانب الآخر يعني الأستاذ لازم برضو هيبذل مجهود. طب مجهوده ده هيكون في إيه؟ هيكون في عمل الأنشطة نعم الصفية المساندة. هيأكد واللي هي على أساسها هيتأكد هل الطالب ده فعلا بحث، هل الطالب ده فعلا اطلع على المصادر اللي أنا موفرها له، هل نعم الطالب ده فعلا سمع التسجيل وقرأ المقالة أو يعني استخدم الوسائل دي ولا لأ، وإيه هي نعم الصعوبات اللي واجهته، واللي أنا هقدر والمساعدة اللي هقدر أقدمها له. نعم فيعني أعتقد الطريقة دي وهل ممكن هو تساعد أساتذة كتير يعني جدا. نعم يعني استنادا إلى كلام الأستاذة هدى، هل الطالب عندما أرسل إليه هذه المصادر هل سيستوفيها؟ هل سيطلع عليها بشكل كامل؟ عندما أطلب منه أيضا أن يسلم المشروع الخاص به في المادة في تاريخ كذا، أو يكتب بحثا أو يكتب تقريرا أو يكتب مقالا، هل سيعتمد على ذاته أم سيلجأ إلى من يساعده خارجيا؟ هذه هي معضلة حقيقة، لأن الثقافة لدينا ثقافة في الدول العربية عموما أن الطالب لا يريد أن يرهق نفسه في البحث، وإنما يريد المعلومة التي تأتي إليه جاهزة، فعندما تأتي إليه جاهزة هو يستطيع أن يعني يهضمها، ولكن على مراحل أيضا. وهذا ظهر جليا في موضوع البحث يعني في مصر يعني في الآونة الأخيرة بعد جائحة كورونا، والأبحاث التي طلبت من الطلاب من قبل المدارس والهيئات التي قررت بحثا كشكل تقويمي للعملية التعليمية. ما الذي حدث من الطلاب؟ قام الطلاب بالذهاب إلى مكتبات أو إلى أشخاص يكتبون لهم هذه الأبحاث. هذه الثقافة قد تعيق أيضا عملية التعلم الإلكتروني، فمن الممكن أن تحصل على علامات ولكن لها ليست تقييما حقيقيا لطبيعة الطالب. أيضا بالنسبة للطلاب الأعاجم أو تدريس اللغة العربية الناطقين بغيرها، إذا أعطيته مهاما فهذه المهام تتوقف على مدى قدرته على الاستيعاب، فهناك يعني لابد أيضا أن أضع في الحسبان أن هذا الطالب لديه مستوى، وليكن A1 أو A2 أو B1 أو B2 أو C1 أو C2، هذا المستوى لابد أن أرسل المصادر التي تتناسب مع هذا المستوى، وهذه أيضا تحتاج إلى معلم لديه وعي ولديه فهم لطبيعة الطلاب الذي يدرسهم. نعم أشكرك يا أستاذة. هذه أيضا مشكلة أخرى، يعني نحن نتكلم عن المشكلات وقد عددنا مجموعة كبيرة من المشكلات التي قد تعيق هذه الاستراتيجية. تفضلي. يعني بس أنا ممكن يعني برضو أعقب على موضوع إن الطلاب بيلجأوا لحد تاني بيساعدهم زي ما حصل مثلا عندنا في مصر في الفترة الأخيرة. عايز أقول أو في الدول العربية بشكل عام، عايز أقول إن الـ حتى ده الأجانب كمان بيعملوا. يعني لو أنا هتكلم بقى عن الثقافة الغربية أو الأجنبية، في كمان طلاب تانيين. يعني مثلا احنا عندنا في برامج تعليم اللغات التانية ان في حاجة اسمها المشارك اللغوي. فالمشارك اللغوي ده بيبقى ابن اللغة العربي وهو طالب صيني، يعني المشارك اللغوي هو كمان بيتكلم عربي، وبالتالي الطالب يجي يقول له بعد نعم